الأكراد وأحفاد الروس، فنقول لهم مهلا، ونطلب من إخواننا في تركيا أن يتحدوا تحت راية الإسلام، وليعلموا أنه لا أخ لهم إلا المسلم، وليقطعوا علاقاتهم بالناتو، وليقطعوا علاقاتهم بأمريكا والتي يعيش فيها فتح الله جولان. فتح الله جولان يعيش في أمريكا، وهي التي غذت هذا الانقلاب. لا نقول أن الحكم في تركيا مثالي ولا أنه خلافي، ولكن نطلب منهم أن يكونوا مع الله حتى ينصرهم الله، وأن يكونوا مع المسلمين ويدا بيد بإذن الله حتى تعلن الخلافة الإسلامية التي توحد جميع المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بوردان ترك كاردش لرمزات بريك ديوروز مجد أقصدان مجد أقصدان سيداد يوروز بتون مسلمان لرسيزي لدير الله سيزي قرصن بوردان رجب طيب بي بيزسس لنيوروز Recep Tayyip Bey Allah'ın yolundan geri dönme. Allah'la ol. İnşallah beraber hilafet devletini kuracağız. NATO bizim arkadaşımız değil. Rusya bizim arkadaşımız değil. İsrail bizim arkadaşımız değil. Biz Allah'la isek Allah bize zafer verir. İnşallah beraber hilafet devletine kadar. Allah sizi korusun Türkiye. Bütün Filistin sizinledir. Biz sizin askeriniz, biz sizin askerinizsiniz. Siz bizi mermi olarak bile kullanabilirsiniz. Allah sizi korusun Türkiye. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.